الحكاية بدأت من هنا، لما لقينا ذكر النعام نايم على الأرض والنتاية هي اللي واقفة بتشرف عليه، افتكرناها ماسكة زلة عليه ولا حاجة، ولكن طلعنا فاهمين الموضوع غلط. كانوا بيعملوا شوية طقوس ورثوها عن أجدادهم قبل استقبال أي مولود جديد. انت كويس؟ انت انضمت لصلاحف النينجا ولا ايه؟ فهد ملك يلا. عندي مضاهمة مع ذكر النعام. تاني الذكر تاني، ما تخليك هنا في حالك وهو جوه في حاله. مش هينفع، عنده بيضة في قلب الملعب لازم ندخل نجيبها. تدخل مش ندخل، ما انا ولا اتدربت ولا عملت شوشو بتاعتك دي. طب امسك ده وحصلني. طب والله حاسك مكبر الموضوع، خد يا جدع هنا. ابص بقى يا سيدي، انت اول حاجة بتاخد الجردة الم... ولا خد مالوش نصيب يحضر معانا. يبقى انت ايوه انت اللي مسك التليفون، انت اللي لك نصيب تحضر معايا. اول حاجه احنا هناخد الجردل بتاعنا ونخش واعرفك الخطوات واحده واحده كده على ارض الواقع، ويلا بينا. جمد قلبك كده واجمد في ايه، يلا تعالى ما تخافش. اول حاجه بقى لو هتخش بتليفونك فتليفونك ده يبقى في جيبك اللي ورا، علشان طبعا جيبك اللي قدامها هتشوف هيبقى ايه الخطر عليه دلوقتي. تاني حاجه معاك بقى فالجردل ده هو اللي بيتصدره. لا بقول لك ايه، ولا انا بقى لي يومين بتفرج على جعفر العمده، انت حر، انت هديك ضربه من ضربه المعلم جعفر، انت حر، ارجع اوعى. تاني حاجة يا سيدي بقى فالجردل بتاعك ده هو الأمان بتاعك، هو الدرع يعني بمعنى أصح كده. كل ده أنت لسه بتهزر مع الذكر، وكل ده أنت ما قربتش من البيضة بتاعته. النقطة بقى الخطر كلها لما هتمسك البيضة بتاعته والذكر يشوفك كده وأنت ماسك البيضة، يا هيسلم عليك وأنت بتقص الشريط، يا إما هتقص الشريط أنتوا الاتنين مع بعض، وهيبقى ليلتك بيضة النهاردة. ربنا يستر. بس الأول حد شاف حاجة؟ ما خدتش حاجة. أنت شفت حاجة؟ أنت شفت حاجة؟ أنت شفت ولا حد قال لك؟ يعني ما تصدقش، لازم الناس تقول لك الاول، وبعد كده خلاص الحمد لله. لا انتوا حظكم حلو بقى، انتوا تيجوا معايا كل مره. هذا الحمد لله ما حصلش اي مداهمه ولا اي تلاحم ما بينه وما بين الذكر، ولكن التدريبات ما راحتش على الفاضي، واحنا كده كده ان شاء الله هتفيدنا في المرات اللي جايه، علشان انا كان ليا مره قبل كده. بص لي هنا كده الاول، انا بكلمك، انا كان ليا مره قبل كده الذكر ده مسكني المره اللي فاتت بالظبط، ايام ما كان لسه طيب وكنت بدخل عنده عادي وما كانش في بينا فرق، ولكن بعد الجريه ديت انا غيرت رايي. قعدت شويه كده راجع نفسه، اقول ادخل لا ما ادخلش، طب امسكه لا ما امسكوش. وبعد كده رجعت قلت يمكن الجاريه ده عشان بيرحب بيا ما انا لسه داخل بيت. بعد كده قلت لا بقى ما بديهاش، طلعت التليفون وحطيته في جيب اللي ورا، وقلت شكلنا كده هنضرب حد النهارده. فضلت ماشي جنب الجدار واحده واحده كده وعلى مهل خالص، علشان ما نكونش احنا اللي سعينا للشر. لبسك لبس حرامي، مشيتك مشيت حرامي، وشكلك شكل حرامي، يعني اكيد حرامي، ده انت خيالني من الصبح. وبعد ما وقفنا مع بعض شويه وخلاص كنت انا مدار البيضه، مفيش اي حاجه الا هو كان في بيضه هنا جنبي، راحت فين؟ طب خلاص بقى ابقى ادور عليها. طب عايز حاجه مني انا بقى؟ ده جاي لي انا بقى. وقعدت بقى انا وهو يجي نص ساعه على نفس الحال ده كده، يجي لي يمين يجي له يمين، يجي لي شمال اروح له يمين، وبص احنا الاثنين عمالين ننهد في بعض. يا ابن الحلال ما خلاص ظهرت له البيضه هعمل ايه؟ طيب ما هلزقني في الجدار البيضه هتتكسر يا ابني، ما خلاص ما انا هسيبها لك على الارض تكسروها. طب يعني عيب، يعني عيب، خلاص بقى قلت ربنا هداه ومشي بقى. هيرجع بقى، احنا كده مش هنخلص مع بعض النهارده بقى. بص مع اسلب كل اي شكل من الاشكال مش هتطولني يا ابني، انا خبره في الموضوع ده، مش هتطولني من الجردل، انا قديم مش اول مره يا ابني في الحاجات دي، انا كل يوم على الحال ده. يمين شمال شمال يمين، واجي له كده يجي لي كده يجي له كده يجي لي كده، ولكن طبعا مع الجردل المكار هو اللي حماني من كل حاجه. علشان كده ما بفضلكش ان انت لو عندك اي شويه بط شويه فراخ شويه نعام اي حاجه عموما، لو خايف عندك ديك رومي اللي بيجروا على الناس والحاجات ديت. على فكره حاجه بقى عايز اصرحك بها كده بعيدا عن اللي احنا بنقوله، انا بخاف من الديك الرومي، انا بخاف من الديك الرومي. يعني انا اخش على ذكر نعام ولكن ما اعرفش ادخل على ذكر ديك رومي. وبعد كده بقى انت خدت الجردل معاك، سواء عندك اي حاجه وتخش بيه الجردل ده السر بتاعه رهيب. الحمد لله اللي هي عدت على خير. سلام.